السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الدكتور نبيلة محمد شماخ، دكتورة بالكيمياء الحيوية، حاصلة على دكتوراة فخرية بالطب التكميلي والتجميل الغير جراحي. يسعدنا أن أعلن انتمائي وعضويتي إلى جامعة باشن الأمريكية المفتوحة، وأعلن وأقدم دعوة إلى كل الشغوفين والمرغوبين في كل دول العالم بالانضمام إلى هذه الجامعة، جامعة باشن، التي حققت أحلام الشغوفين وأحلام الكثير من المهمشين. جامعة باشن التي تعتبر رمز النجاح، رمز العلم، ورمز التفوق.